الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فبداية يسعدني أن أرحب بالسادة الإعلاميين الصحفيين المفكرين الكتاب الكبار والأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، الأستاذ محمد نوار رئيس قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير صحيفة الوفد، وبحضراتكم جميعا. والحقيقة اتصل بي الأستاذ الفاضل عمر الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم لظرف أو التزام طارئ له، فربما إن أدرك الوقت، وقال أنا حريص إن أنا أكون معاكم، فإن أدرك الوقت سيلحق بنا، وإلا فنحن نلتمس له العذر وبنتمنى له التوفيق. الحقيقة موضوعنا إحنا كلنا طبعا بنأكد في كل أحاديثنا على الالتزام بالإجراءات الوقائية، سواء في اللقاءات العامة أم حتى في حركتنا العامة في المجتمع. ولكن إحنا تيسيرا على الحديث المتحدث، يعني عندما يأتي الحديث إلى أي من السادة الأساتذة له أن يتخفف من الكمامة عند التحدث فقط. فإحنا هنلتزم أيضا في المنصة، ولكن المتحدث له أن يتخفف عندما أجيبك واحدة عندما يأتي الحديث إن شاء الله. المتحدث له يعني حتى عشان بس الصوت فقط. إحنا بإذن الله تعالى سنبدأ لكل أحد من السادة الزملاء الأعزاء الضيوف الأفاضل كلمة في حدود 10 دقائق، ثم بعد ذلك نفتح مجالا للأسئلة أو المداخلات، ثم نعود إلى المنصة مرة أخرى للتعقيب على المداخلات أو الإجابة عن الأسئلة. موضوعنا في غاية الأهمية، الإعلام والأمن القومي. مفهوم الأمن القومي مفهوم شديد الاتساع، وبعض الدول لا ترى أمنها القومي في مجرد حدودها المباشرة، وإنما كل ما يحدث في العالم ترى له علاقة وصلة وطيدة بأمنها القومي. وعلى سبيل المثال، الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، سواء في انتشار فيروس كورونا أم في مواجهته وتوفير اللقاحات، الأمن القومي للدول يمتد إلى عمق أوسع. ليس الأمر فقط في توفر المال الذي يشترى به اللقاح مثلا، وإنما هناك العلاقات الدولية والتأثير الدولي مع الدول والشركات المنتجة. قضية الأمن القومي، الإعلام جزء حيوي في قضية الأمن القومي من عدة أبعاد. الإعلام نوعان، الأول إعلام بان يعني يبني، وده بيأتي في الكتابة. وكلمة الإعلام كما نعلم أمر متسع يشمل كل أنواع الإعلام، المرئي والمسموع والمقروء. فطبعا هناك البرامج المرئية، معانا البرامج الإذاعية، وده هيبقى حديث أستاذ محمد نوار. هناك الحقيقة الجانب الصحافي، وأنا كنت دايما أقول إن ثقل، وطبعا الأستاذ ده ربما يؤكدوا ده او نتناقش حوله، ان ثقل كل صحيفة ليس فقط في مجرد ما تسوقه او تقدمه او تنشره من اخبار. الثقل الحقيقي لكل صحيفة في امرين، فيما وراء الخبر، وفي كبار الكتاب الذين يثرون الصحيفة بتأثيرهم في الرأي العام. لأن معظم الأخبار أو بعضها
قد يكون قسما مشتركا. يعني انت دايما تلاقي الصحيفة ممكن تطلع تقول خبر حصري انفراد انفرادين، لكن الاحداث العامة والاخبار العامة هي قسم مشترك. ما الذي يميز صحيفة عن اخرى؟ عمق التحليل للاحداث او ما وراء الخبر. ولذلك البلاغيون والكتاب تحدثوا دائما عن نظرية المعنى ومعنى المعنى. المعنى هو المعنى الاول الظاهر من النص، سواء كان نصا ام خبرا ام بيتا شعريا. ومعنى المعنى هو التحليل العميق لما وراء الخبر. يعني مثلا المتنبي دخل عند سيف الدولة، وكان هناك له منافسون من الشعراء، فيقول له أعيذها نظرات منك ثاقبة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. أعيذها نظرات منك ثاقبة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. يقول له والله أنا يعني أكبرك إنك تنخدع في الناس فتظن الممتلئ شحما بأنه قوي وهو ممتلئ منتفخ من المرض. هذا هو المعنى الظاهر. أما المعنى الذي يريد أن يخاطب به سيف الدولة، أعيذك أن تنخدع بغس هؤلاء الشعراء فتظنه شعرا حقيقيا. ثم قال بيتا شديد اللهجة ما كان يمكن أن يواجه به سيف الدولة، يقول له وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. هو يقول له أنت راجل أديب كبير، لكن يعني ما تخلينيش يعني بأدبك ونقدك وعلمك وخبرتك لو أنت هتسوي دول بيا. المعنى الظاهر من النص وما انتفاعه، يقول لك المفتح او المبصر ماذا يستفيد من الابصار لو هو ماشي كل شوية يلبس في حيطة، يدخل في عربية، يقع في حفرة، يبقى الفرق بين الاعمى والبصير. ده ظهر النص، لكن باطن النص ماذا يفعل الناقد بنقده اذا كان او بعقله او بثقافته اذا كانت هذه الثقافة لا يميز بها الغث من السمين. قضية معنى المعنى نحن نحتاجها غاية الاحتياج في فهم النصوص ومقاصد النصوص، وهذا ما تقوم عليه قضايا التجديد في فهم مقصد النص وليس الجمود عند ظهر النص، وهو ما يحتاجه الإعلام في قراءة ما وراء الخبر. يقول بص الإعلامي الخبير هو الذي يلتقط ما وراء الأخبار والأبعاد ويجيد عمق التحليل وكتاب الرأي، وهذا هو الإعلام الباني. الجزء الثاني من الإعلام هو الإعلام الكاشف. فمثلا عندما تنقل القنوات خطبة الجمعة أو بعض الأحاديث أو بعض الأخبار التي ليست من صناعتها، أو تنشر بعض الصحف بعض الأخبار أو تنقل مثل هذه الندوة، فهو إعلام كاشف. ونحن نحتاج إليهما معا، إلى الإعلام الباني والإعلام الكاشف. أنا فقضية الإعلام زي ما قلنا قضية أمن قومي، إضافة للإعلام دور كبير وبالغ الأهمية في صناعة الوعي. ولذلك نحن وقعنا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مذكرة تعاون لننطلق معا في عام 2021 ليكون عاما للوعي. وحتى يعني كل هذه اللقاءات ايضا تغذي قضية بناء الوعي. انا ساعود ان شاء الله في نهاية الحديث لنعقب حول هذه القضية، لكن الان بأترك الحديث للاخ الفاضل الصديق العزيز الاستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط. وبالمناسبة طبعا نحن بنشيد بقوة بدور الوكالة في قضية الوعي كأحد
الوعي بمفهومه الشامل، وبنتمنى له وللزملاء في الوكالة كل التوفيق. ويتفضل أستاذ عبد. أستهل كلمتي بأن أدون شكرا وإعزازا وتقديرا للدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف بإشراف مباشر وتوجيه متواصل دؤوب من معالي وزير الأوقاف من أجل تصحيح الخطاب الديني وتجديده، وأيضا في الاهتمام بالشأن العام للوطن في مجمله، وتوضيح الرؤية الثاقبة بشأنه، وهو ما يعكس دور العلماء في الوقت الراهن في حماية شباب الوطن من الفكر المنحرف الهدام، وترسيخ القيم والمبادئ العظيمة مثل قيم المساواة والتعايش الاجتماعي والإخاء والوحدة الوطنية والمبادئ السامية التي أقرها الدستور المصري. أما عن موضوع ندوتنا فهو أمر بالغ الأهمية وجدير بالمواصلة في سلسلة حوارات وندوات قادمة بشأنه بإذن الله، ولكن اعتدنا دوما أن يكون لوزارة الأوقاف السبق في كل ما يهم الشأن العام ويهم الوطن ومجريات أحداثه. الإعلام والأمن القومي. يعرف الأمن القومي بأنه قدرة الدولة على تأمين استمرار أساس قوتها الداخلية والخارجية والعسكرية والاقتصادية في مختلف مناحي الحياة لمواجهة الأخطار التي تهددها من الداخل والخارج وفي حالة الحرب والسلم على حد سواء. ويلاحظ أن مفهوم الأمن القومي يعتمد على ثلاثة أمور فرعية، وهي أولا مفهوم التحديات، هي متغيرات أو مشكلات أو عوائق أو صعوبات تواجه الدولة، وهي تكون من البيئة الدولية أو الإقليمية أو حتى المحلية. ثانيا مفهوم المخاطر، هي الإحباطات أو الضغوط التي تطرأ في ظروف البيئة الدولية أو الإقليمية أو الداخلية لها وتعيق تنفيذ المصالح الحيوية للدولة أو للتأثير في دورها على الصعيدين العالمي والإقليمي. ثالثا مفهوم التحديات، هي قضايا خارجية أو داخلية تقف في وجه تقدم الدولة في تطبيق استراتيجيتها القومية مما يؤثر بشكل مباشر على مصالحها الحيوية وتعمل على خلخلة استقرارها وأمنها. وتتعدد أبعاد الأمن القومي داخل المجتمع، والتي يأتي في مقدمتها البعد الاجتماعي، حيث يعد الإنسان عاملا مؤثرا في الأمن القومي باعتباره المسؤول عن تفعيل أمنه فردا أو مجتمعا، مما يلزم تهيئة المواطن وإعداده إعدادا سليما في صحته وأخلاقه وثقافاته. وكذلك البعد العسكري الذي يعد أهم أبعاد الأمن القومي وأكثرها فاعلية، ولا يسمح بالتهاون في تحقيقه وإعداده، حيث أن التهاون في ذلك يعني بالضرورة ازدياد التهديدات والأخطار التي تواجه الدولة على نحو يهدد وجودها. وأيضا البعد الاقتصادي الذي يقصد به تحقيق مستوى الرفاهية للشعوب ورفع معدلات التنمية في المجتمعات، حيث يعتبر البعد الاقتصادي أن الأمن والتنمية مرتبطان ارتباطا وثيقا، وأن الموارد القومية المصروفة لإرساء الأمن القومي وتحقيق الاستقرار تعد أمرا ذات عائد كبير وقيمة عليا في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وكيانها وشعبها. وبالنظر إلى دور الإعلام في المجتمع، فإنه يعني في مهمته ورسالته تزويد الناس بمصادر العلم والفكر والمعرفة
ونشر أكبر قدر من المعلومات الصادقة بينهم، فللإعلام تأثير كبير في أفراد المجتمع، وهو الوسيلة الأولى نحو إحداث أي تغير في توجهات الرأي العام وترسيخ المبادئ الأساسية للمجتمع والحفاظ على قيمه وعاداته وتقاليده ونشر قيم الولاء والانتماء بين أبنائه، إلى جانب دورها أيضا كوسيط بين الحكومة والشعب في توصيل الأخبار والمعلومات المحلية، وكذلك أيضا نقل مختلف الأخبار الإقليمية والدولية الهامة إلى المتلقين، وتساهم بذلك في وعي الأشخاص وتنويرهم في المشاركة بنشاط في الحياة السياسية والاجتماعية. وبالتالي فإن للإعلام دور قومي هام في تشكيل الرأي العام وطرح قضايا وموضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية يلتف حولها جموع المواطنين. وبالنظر إلى موضوع ندوتنا وحوار الإعلام والأمن القومي، علينا أن نؤكد على أن وطننا يتمتع بقدر من حرية الصحافة والرأي والفكر والتعبير التي يحميها الدستور وتكفلها نصوص القوانين المتعددة، ولكنها الحرية المسؤولة التي تبتغي الصالح العام للوطن والمواطنين وتراعي الظرف التاريخي الراهن الذي يعيشه وطننا ودول العالم من حولنا. وبالتالي فإن على الإعلام أن يؤدي دوره كاملا بكل حرية وبلا قيود، واضعا نصب عينيه التحديات الراهنة التي تواجه وطننا وأمننا القومي، ليكون إعلامنا دوما في صدارة المدافعين عن أمن الوطن والمواطنين وسلامة وحدة أراضيه وترابه، حتى يكون بحق إعلاما حرا حاميا للمجتمع ويحافظ على أمنه، وذلك على النحو التالي: أولا، قيام وسائل الإعلام برفع الوعي القومي والسياسي للمواطنين بشأن المخاطر الداخلية والخارجية المحيطة بنا والتي تمس أمننا القومي، وفي مقدمة ذلك خطر الإرهاب الأسود الذي يستند إلى فكر تكفيري هدام يستبيح أرواح الأبرياء وارتضى لنفسه أن يكون معول هدم لوطنه وأمته، ومواجهة ذلك الفكر عبر تنوير عقول الشباب بالثقافة والفكر المستنير وضحض هذه الأفكار الهدامة وإبراز مدى خطورتها على الفرد والأسرة والمجتمع. ثانيا، إبراز وسائل الإعلام لما تزهو به مصر من وحدة وطنية وسلام اجتماعي وعلاقات محبة وإخاء واحترام متبادل بين نسيج الوطن الواحد مسلمين وأقباط، والذين أصبحت علاقاتهما معا نموذجا يحتذى بين أمم العالم، حيث يقفان سويا كحائط صد منيع في مواجهة مختلف المحن التي واجهت الدولة، وأصبح سويا بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها سائر المؤامرات. ثالثا، أن يقوم الإعلام بدور متواصل للعمل على التوعية بالحفاظ على مؤسسات الدولة وكيانها، وكذلك احترام الدستور والقانون والتمسك بالهوية المصرية الوطنية والقومية، والإعلاء من قيم المساواة واحترام سائر الأديان السماوية وكفالة حرياتها وقبول الرأي والرأي الآخر. التمسك بالاصطفاف الوطني الذي تحياه مصر منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن حول قائد مصر وجيش مصر العظيم وشرطته الباسلة، والذي كان له دور فضل الحفاظ على كيان الدولة وعدم الانسياق وراء دعوات نشر الفوضى التي تهدف إلى هدم الدولة. تحذير الرأي العام من الإنجراف وراء الشائعات والأكاذيب ومحاولات التشكيك في الإنجازات الضخمة وغير المسبوقة التي تشهدها مصر والتي تروج لها القنوات الفضائية المعادية لمصر ولعالمنا العربي، والتي أنشئت خصيصا للعمل على زعزعة الاستقرار في ربوع المنطقة، والتي لا يعتليها إلا الخونة والمروجون لدعاوى الهدم وتحبيز الإرهاب والعنف. التذكير دوما بأن الذي حمى مصر من مؤامرات الهدم التي طالت الكثير من الدول من حولنا هو وحدتنا الوطنية ووعينا وعدم استجابتنا للنداءات ودعوات أعداء مصر الفارين من العدالة، والذين تلخطخت أيديهم بدماء الأبرياء من أبناء الوطن، والدور التاريخي لرجال القوات المسلحة والشرطة في حماية شعبنا من مخاطرهم وآثامهم. أن يكون نقل الأخبار المتعلقة بعلاقات مصر ودول العالم المختلفة عبر القنوات الرسمية ذات الصلة والاختصاص، وأن يكون نشر الأخبار المتعلقة بالقوات المسلحة والجهات السيادية عبر الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عنها مراعاة للمصالح العليا للوطن.
حرص وسائل الإعلام على التدفق الإعلامي للأخبار والحصول عليها من مصادرها المسؤولة ونشرها أولا بأول في مواجهة الأكاذيب والشائعات التي لا يتوقف مروجوها ومن ورائهم عن ترديدها، والإعلاء دوما من قيمة الحرية المسؤولة للصحافة والإعلام، والتي يكون مبتغاها دوما هو الحفاظ على سلامة الوطن وشعبه وأمنه القومي. وشكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على أخرى ويعطي لهذه الميزة على تلك ويشجع
كاتب اخر، بل قد يكون كاتب بعينه او كاتبان او بعض الكتاب هم سرد مداومة بعض القراء على صحيفة اخرى. يقول لك انا بقى لفلان هجيب الصحيفة عشان كاتب واحد لك انا بحب، انا بتابع فلان، انا بتابع فلان وفلان، انا بتابع صفحة الادب، انا بتابع صفحة الفكر الديني. فتوجه الصحيفة ودقتها ويعني ما تقدمه من ذات حقيقي هو ما يميز كثيرا من يدوم دائما حصل الاخبار شرحها محدوده، يعني هم غالبا من في موقع المسؤوليه او يعني ما حدش بيقول انا هشتغل الصحيفه يومين عشان نتابع الخبر ما لم يكن مسؤولا، يعني حد هو بيحب يعني قله، لكن الغالبيه بقى الجمهور العريض في القرى والنجوع والبلاد هو يتابع توجهات صحيفه، يتابع كتابا ويتابع مقالات ويتابع واحد يقول لك انا بشتري الصحيفه، الصحيفه الفلانيه صفحه الفكر الكذا الصفحه الدينيه دي انا حريص عليها، واحد يقول لك انا صفحه الادب هي بالنسبه لي المميزه، واحد يقول لك انا التحليل السياسي على قدر، خلي بالك العامه ممكن تتخدع ببعض يعني غير المتخصص، لكن المتخصص لن يتابع الصفحه السياسيه الا اذا اكتسبت كبار الكتاب السياسيين، ولن يتابع الصفحه الادبيه الا اذا اكتسبت كبار النقاد، ولن يتابع الصفحة الدينية إلا إذا قدمت علماء يقدمون جديدا في مجال الفكر والتجديد. هكتب بس النقطة حتى لا نطيل، لكن في نهاية المقال بقى حتة ظريفة كده بقول إيه؟ ويبقى مع كل ذلك ما يعطي لهذا المقال باب، أنا أقول لك حاجة يمكن ما حدش قصده أسماء العين أحسب إن أنا مجاني. والله في كتاب لو ما كتب اسمه على المقال، والله لو ما كتب اسمه على المقال هتقول ده أسلوب فلان. انا بقول والله وفي ناس، وخلي بالك كل واحد له ميزه، واحد بيجيبه عشان اسلوبه فكاهي، واحد عنده مفردات لغويه سريه، في ناس اذا لم يصل الكاتب الى هذه الدرجه فما زال في بدايه انشائه الكتابي، وانما عندما يقول الناس هذا اسلوب فلان، هذه جمل فلان، هذه لغه فلان، فترك بصمه في عالم الكتابه. ويبقى مع كل ذلك ما يعطي لهذا المقال بصمة دون ذاك أو أفضل منه، أو ما يجعل لمقال ما أو كاتب ما عنقا خاصا وسمات خاصة بحيث تكاد تشير إلى صاحب المقال، حتى لو حذف اسمه من مقال عن مقاله فله لازمته، ولقلمه عنقه، ولكلماته درسها وإيحاؤها ورمزيتها، ولجمله موسيقاها، ولعمق تفكيره وتأمله ما يجعل الجميع يشعرون إليه دون سواه ولا عزاء للدخلاء. يعني إذن الكتابة فن وصنع، وزي ما كنا نقول في الدعوة، الدعوة علم وفن وليست مهنة من لا مهنة لها. أيضا الصحافة والإعلام علم وفن وليس مهنة من لا مهنة لها، والحمد لله كما استطاعت الدعوة في ثبات الدولة المصرية أن تنفي الدخلاء وغير المتخصصين وغير المؤهلين وترسخ قواعد راسخة لمن يعملون في العمل الدعوي من المتخصصين، فإن الإعلام والحمد لله أيضا تسير بخطى جيدة في هذا الاتجاه. وأنا أتوقع أن في وضع أي دولة عندما تقوى الدولة تنتصر كل الظواهر السلبية، أما في لحظات والعياذ بالله الفوضى والانحلال الكل يصبح خطباء والكل يصبح مفتين والكل يصبح كتاب، لأن هناك ليس هناك ظاهر. أما عندما تقوم الدولة على أسس قانونية ووطنية حقيقية، وأنا أتوقع أن في خلال السنوات القليلة المقبلة بإذن الله الدولة تسير إلى ترسيخ العمل التخصصي في جميع المجالات، ومع الهيئات سواء الهيئة الوطنية للصحافة أم الهيئة الوطنية للإعلام أم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحنا لدينا ثقة كبيرة أننا نسير في الاتجاه الصحيح في ترسيخ التمييز بين الإعلاميين الحقيقيين والكتاب الحقيقيين وبين من لا علاقة لهم بالإيه؟ بالمعنى. الآن طبعاً نسأل الأستاذ محمد نكتمل الجمل الصحفي، والحقيقة الزميل العزيز الأستاذ وجد زين الدين حقيقة أنا عرفته الشخصي يعني له كل التقدير، وبالمناسبة
الدولة المصرية بحاجة إلى كل أبنائها، ودائما بتقول الوطن لكل أبنائه وبكل أبنائه. في الكتاب أيضا اللي هو هويتنا الواقية في فصل كامل، أنا ما حبيتش أتكلم فيه عشان الوقت أكسبه لكم، فصل كامل الإعلام والهوية. أصعب إعلام في تكوين الهوية وبناء الشخصية، فصل كامل. دين عند إعلام المعارضة والنيابة الإيمان، وحتى إعلام المعارضة. فهناك المعارضة الشريفة المنصفة. ليس كل المعارضة مرفوضة على الإطلاق، بالعكس، نحن نحتاج أن نستمع إلى جميع الأصوات، بس الأصوات الوطنية الحقيقية. حتى إعلام المعارضة، فهناك المعارضة المنصفة الشريفة. التي تقول لمن أحسن أحسن ولمن قصر قصر. بالعكس، لما يكون معروف إن قناة أو صحيفة معارضة وتقول إنصافا، ده معناه يعني كلماتها أيضا يعني هي كلمة في منتهى الوطنية. لا، إعلام التصيد والتنقل هو قلب الحقائق الذي يعمل على قلب الحسنات إلى سيئات على نحو ما نازم علي بيه أشار من إعلام الجماعات الإرهابية. ليس له إلا الكذب والاختلاق والاقطاع، لا يستحون من الله ولا من الناس. هذا ليس اعلاما وليس ذكرا ولا علاقه له. وتصدقون ما تبث قنوات الجماعه الارهابيه على المستوى المهني لا علاقه له، ولا بد باعتبار ناقد ادبي فضلا عن الجانب التخصصي من نظره تخصصيه بحته. وانا يعني في كتابات متخصصه النقد الإعلامي أؤكد أن ما تقوم به قنوات وصحف الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان لا علاقة له لا بالإعلام ولا بالمهنية، ده هو كذب وافتراءات بحتة، وناس يعني تبتعي بالكذب والشائعات. ويجب إن إحنا نميز يعني حتى كلمة إطلاق إعلام عليهم من مستوى المهني ما ينفعش، لأن خلي بالك إيه الفرق بين المعارضة والإعلام المتصيد؟ المعارضة دورها أن تقول لمن أحسن أحسن ولمن قصر قصر في موضوعية الدم. إنما لما يكون جماعات مقبولة تريد تعمل فقط مهمتها قلب الحقائق وتاخد الحسنات والإنجازات، وكل ما تيجي تطور يقول لك يعني ده كلام لا علاقة لا بالدين ولا بالأخلاق ولا بالإعلام ولا بالمهنية. أنا بطلب هذا العمق العظيم لصديق العزيز الأستاذ لابد أن أتحدث عن ثلاثة أمور جعلتني سعيدا اليوم. الأمر الأول وهو الدعوة التي وجهت إلي من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وهو عزيز إلى قلبي بشكل يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى، وتربطني به علاقة قوية جدا جدا قائمة على المحبة والعمل من أجل الوطن. الأمر الثاني هو موضوع هذه الندوة، وهو موضوع مهم جدا وبالغ الأهمية. هذا الموضوع يكاد يسقط دول ويكاد يقيم دول، فهو موضوع بالغ الأهمية. الأمر الثالث الذي جعلني سعيدا اليوم هو أنني في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهذا المجلس هو بيت الزعيم الوطني مصطفى النحاس. وبما أنني وفدي الهوى وأتولى رئاسة تحرير صحيفة الوفد الناطقة بلسان حزب الوفد، ف
فكم أنا سعيد الآن وأنا في هذا المكان تحديدا أنني في بيت الزعيم الوطني خالد الذكر مصطفى النحاس. هذه البداية يعني كان لابد أن أتناولها قبل الحديث عن الموضوع الهام وهو الإعلام والأمن القومي. كما قال الدكتور الوزير محمد مختار جمعة أن تعريف الأمن القومي هو مفهوم شديد الاتساع. هذا المفهوم يقابله في الجانب الآخر عملية الإعلام. الإعلام يعني الإخبار بالشيء، وهو أيضا موضوع شديد الاتساع، وتختلف الرؤية الإعلامية من وطن لوطن آخر ومن دولة لدولة أخرى. كذلك أيضا الأمن القومي بيختلف مفهومه من دولة إلى دولة أخرى. الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية غير الأمن القومي في بريطانيا، غير الأمن القومي في أي دولة عربية، غير الأمن القومي في مصر. فهناك تعريفات مختلفة للأمن القومي في كل دولة أو في كل وطن، لكن هناك اتفاق واحد يجمع الكل، وهو أن الأمن القومي لأي دولة هو صد الأخطار والمؤامرات عن هذا الوطن. وبالتالي عملية الأمن القومي، علشان يعني من غص فيها بشكل كبير، لأن ده بيحتاج محاضرات ويحتاج إلى أمور كثيرة جدا، هنتكلم عما يخصنا في مصر، وهو الأمن القومي المصري. الأمن القومي المصري هو جزء من الأمن القومي العربي وجزء من الأمن القومي العالمي، ما هوش عملية منفصلة، بل هناك علاقة قوية بتربط الأمن القومي العالمي بالأمن القومي العربي بالأمن القومي المصري. وزي ما قلت من شوية إن في تعريف أو في اتفاق واحد، وهو صد الأخطار والمؤامرات عن الوطن. وبما أننا نتحدث الآن في مصر عن الأمن القومي المصري وعلاقته بالإعلام، فالإعلام شريك أساسي ومهم جدا جدا في عملية الأمن القومي المصري. بمعنى كلنا يعلم مدى الأخطار والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية، ولا زالت هذه المؤامرات تحاك حتى هذه اللحظة. ولو في حد من السادة الحاضرين هيجد أن معظم مقالاتي اليومية، أنا بكتب مقال يومي في جريدة الوفد، هيجد أنني أركز تركيزا شديدا على حجم المؤامرات. بس سهل وقت بين مقال يومي دي ولا صعبة؟ يعني هو زي ما معالي الوزير قال، هي فعلا مسألة صعبة جدا ومسألة شقة، تحتاج إلى تفكير ذهني، وبتحتاج إلى يعني مجموعة من الخبرات المتراكمة. يعني أنا واحد زي حالاتي بقى عمره 60 سنة دلوقتي، طبعا بشتغل في المهنة دي بقالي 41 سنة، فطبعا كل دي بتدي للصحفي أو الكاتب يعني خبرات متراكمة، وفي الآخر يعني يقول أنا عندي حاجة ممكن أقولها. وطبعا في الأساس كله أن القراءة لا تنقطع، ودي مسألة في منتهى الأهمية. ما ينفعش كاتب صحفي يقول أنا هكتب مقال يومي وزي ما معالي الوزير قال في الكتاب، وزي ما قال إن جمل مرصوصة جنب بعضها، وزي معالي الوزير ما قال إن في حاجة إعلام بان وإعلام كاشف. فمسألة الإعلام الباني ده، يبقى أنا لما بكتب مقال يبقى أنا أقصد أوجهه لمين وأقول إيه وعايز إيه تحديدا. وإعلام كاشف ده للجميع، يعني ده بيبقى عبارة عن الأخبار المزاعة ونشاط معين، الكلام ده كله. أما مسألة الإعلام البانن فهو التوجه الصحفي أو التوجه الإذاعي أو يعني أو التوجه التلفزيوني في رسالة أنا عايز أقولها، في هدف عايز أقوله، وده شرحه باستفاضة معالي الوزير. أرجع تاني للإعلام والأمن القومي.
الإعلام والأمن القومي ما ينفعش أفصل الإعلام عن الأمن القومي أبداً. الأمن القومي له مجالات كثيرة جداً، وزي ما قلت مفهوم تعريفاته كثيرة جداً. التعريف في الولايات المتحدة زي ما قلت غير بريطانيا، غير الوطن العربي، غير مصر، لكن في حاجة ثابتة بتجمعهم كلهم، وهي زي ما قلتها قبل كده صد الأخطار والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن. طب ايه علاقة الإعلام بصد المؤامرات؟ كان زمان في مفهوم الأمن القومي كان صد المؤامرات والأخطار بيبقى عبارة عن حروب عسكرية، حروب عسكرية. الآن المسألة تغيرت تماما، ما عادش ينفع دلوقتي أقول إن أنا عشان أصد خطر إن أنا أقوم بعمل عسكري. لا، الدنيا اتغيرت والمفاهيم اتغيرت، وهنا يلعب الإعلام دورا مهما جدا، دور في منتهى الأهمية. طيب الإعلام هنا برضو ليه موقف، هل الإعلام يكون عنده حرية كاملة فيما ينشر وفيما يقال؟ لا طبعا. احنا مع الحرية ومع ان تتقال كل شيء بصراحة وتوفير المعلومات وإلى آخره، لكن هذه الحرية بنقول عليها حرية مسؤولة، حرية مسؤولة لها ضوابط، حرية لا تمس الأمن القومي بسوء. طيب أنا كرئيس تحرير في الجريدة، هل كل ما يعرض علي في الجريدة أنشره؟ لا، في حاجات تودي الدولة في داهية ما ينفعش أنشرها، في حاجات تضر بمصلحة مصر ما ينفعش أنشرها. وهنا بقى هعرض سريعا كده على ما قاله الدكتور الوزير محمد مختار جمعة بشأن المعارضة. حضراتكم أنا ابن الوفد، يعني أنا تربيت، تخرجت من الجامعة، اشتغلت في الخليج شوية، جيت اشتغلت في جريدة الوفد من الشباب. هل جريدة الوفد وهي جريدة معارضة، وكلنا يعرف ان هي جريدة معارضة، هل توجهاتها فيما مضى هي نفس التوجهات الان؟ لا، ما ينفعش، في تغيير. في وقت الفساد كانت سيف بتنطق بالفساد، طب وفي وقت مؤامرات الاخوان هل تنفع تؤدي نفس الدور ولا تقف بالمرصاد لجماعة الاخوان الارهابية؟ وده اللي حصل. وأنا كنت رئيس تحرير تنفيذي، وزملائي اللي سبقوني في رئاسة التحرير كلنا كنا متفقين على هدف، بنطبق سياسة إن الحرب المعلنة الشعواء على جماعة الإخوان، ده طبيعي جدا، حتى سقطت هذه الجماعة إلى غير رجعة وانتهى أمرها. طب إحنا دلوقتي دولة بعد 30/6 بتبني، هل ينفع إن أنا عارض؟ الناس تقول لك الوفد ما بتعارضش ليه؟ وزي ما معالي الوزير قال يعني دور الإعلام، إن أحسن المسؤول أقول له أحسنت، إن أساء أقول له أسأت، هي دي المعارضة المسؤولة. وبالتالي أنا كمسؤول في جريدة، وأنا بقول كده يعني، مرة كنت في اللقاء وقالوا لي يعني الوفد ما بتعارضش ليه؟ قلت لهم تعارض مين؟ تعارض بناء الدولة؟ تعارض تثبيت أركان الدولة؟ تعارض عمليات البناء العظيمة والإنجازات الضخمة التي تتم على أرض الواقع؟ هل ينفع نقول الكلام ده؟ ما ينفعش. أعارض مين؟ أعارض كم الإنجازات التي تقودها الدولة المصرية؟ أعارض الاستقرار الأمني الذي تحياه البلاد حاليا؟ أعارض العلاقات الجيدة والطيبة التي رفعت رأس المصريين ورأس مصر؟ ينفع أعارض الكلام ده يا إخوانا؟ ما ينفعش عرضه. عرضه ليه؟ ما هو حاجة كويسة. هناك من يعني زملاء في الإعلام لهم مفهوم مختلف في المسألة دي. أنا عارض عندما أجد مسؤولا فاسدا هقول ده فاسد، أجد مسؤول أحسن كما قال الوزير أقول أحسن، إن أساء أقول له أساء. طيب أنا دلوقتي مفهوم الإعلام بقى هنا والأمن القومي، أنا كصحيفة معارضة، أنا مصنف معارض، صحيفة معارضة.
طيب الامن القومي المصري هل ينفع ان انا شارك في عمليات هدم؟ هل ينفع ان انا اقوم بنفس الدور اللي الاعلام اعلام الشر في الخارج، الاعلام اللي بيتصيد الاخطاء للبلد، الاعلام الذي يسخر من حجم الانجازات الضخمه، هل ينفع اشاركه في المساله دي؟ ما ينفعش، ده المفروض اكون له بالمرصاد. انا مفروض اكون له بالمرصاد، واعتقد ان ما افعله في جريده الوفد هو كده، ان انا لازم اكون شريك اساسي مع الدوله في عمليه الانجازات الضخمه، ولازم اقول لها احسنتي، ولازم ابرز الكلام ده، ولازم اقوله سواء من خلال كتاب الرأي اللي هم اللي بيعملوا عملية البناء زي ما معالي الوزير قال، أو من خلال الكشف الإعلامي الكاشف اللي هو لازم أبرز هذه الإنجازات. نقطة مهمة جدا أثرها زميلي وأخي الأستاذ علي حسن، وهي لابد أن يكون الإعلام شريك في عملية الوعي الجمعي. الوعي الجمعي دي مسألة في منتهى الأهمية، لابد علينا ككتاب وكصحفيين وإعلاميين أن نشارك في تنمية الوعي. وأعتقد أن المرحلة اللي فاتت، يعني مصر لما مرت بثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، أصبح هناك لدى الشعب المصري وعي جمعي. الشعب المصري دلوقتي يميز تماماً الغص من السمين، وبيعلم، يعني دلوقتي كل الناس حتى الناس البسطاء اهلنا البسطاء لديهم وعي ايضا، يقول لك لا الحاجة دي مش كويسة ضد البلد، اللي بيحصل ده غلط ضد البلد. ولذلك الاعلام اعلام الشر اللي قاعد يهاجم الدولة المصرية ويهاجم الانجازات الضخمة التي تتم على ارض الواقع، هل البسطاء ده بيعدي عليهم الكلام ده؟ خلاص عرفوا، قال لك ده عالم ليه شريرة، واحنا هنا الدولة بتعمل حاجات وحاجات وحاجات وحاجات. اذا ده تمييز. طب الامن القومي بقى، انا كمسؤول او كصحفي او ككاتب، هناك من الامور التي يجب ان احذر منها تماما. هناك امور لابد ان تكون رسم فتحها وانا بكتب مقال او بوجه رؤية معينة للشعب المصري، لازم تكون عيني مفتحة على برة، على الجيران من الدول العربية وعلى العالم كله، لازم تكون عيني مفتحة قوي قوي قوي، اشوف ده هل هيضر بامن مصر ولا مش هيضر. وبالفطرة الوطنية من غير حتى العلم فيها، هتلاقي الواحد بطبيعته بيميل ان هو ما يضرش البلد، لان الانسان الطبيعي بطبيعته ان هو بيميل بالفطره ان هو يكون وطني، وده لمسناه كتير جدا جدا في السنوات اللي مرت. اذا الاعلام واجبه عشان يحافظ على الامن القومي لابد يكون شريك اساسي في بناء الوعي الجمعي، ده رقم واحد. رقم اثنين، يحمي الانجازات التي تتم على ارض الواقع، يحميها، ما سيبهاش لاهل الشر يشوهوا فيها ويسخروا منها والاخره، لا يحميها. والحمايه هنا هو مش هيمسك مسدس ولا مدفع، لا، الحمايه هنا هيبرز هذه الانجازات، انا كاعلام لازم ابرزها واقول فوائدها للمجتمع المصري، واقول مين اللي هيستفيد منها، واقول مين اللي هيتمتع بيها، كل ده حماية اصلا. الحاجة التانية من وظيفة الاعلام برضو عشان يحمي الامن القومي المصري، الدفاع عن ثوابت الدولة الوطنية. ثوابت الدولة الوطنية دي مسألة في منتهى الاهمية. برضو نقطة تانية برضو عشان ما اطولش عليكم، يحمي دولة المواطنة اللي فيها الاختلاف والتجميع في نفس الوقت، اختلاف في الرأي، اختلاف في الفكر، اختلاف في الديانة، اختلاف في أي شيء، لكن في الآخر كله بيجمعه وطن واحد. المطلوب مننا كإعلاميين وكصحفيين
ان نحط استراتيجية. هذه الاستراتيجية في شهر، اذكر في شهر سبتمبر الماضي ان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، وانا مش عضو فيه ولا حاجة يعني، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام عقدوا مؤتمر شبيه يعني بمؤتمرنا ده او الصالون ده، وكانوا بيتكلموا فيه عن الاعلام برضو والامن القومي، وقالوا شوية توصيات انا هقرأها عليكم، انا جاي طبعتها وهقرأها عليكم، بصراحة هي عجباني جدا والمفروض ان احنا نأخذ بها ونلتزم بها. اول حاجة قالوا ايه؟ العمل على وضع استراتيجية اعلامية متكاملة تقوم على مراعاة القواعد المهنية والوطنية في اطار الدستور والقانون، وده اللي اتكلم عنه زميلي واخي العزيز الاستاذ علي حسن. الحاجة التانية احترام ثوابت الدولة الوطنية المتمثلة في الحدود الجغرافية، واحترام العلم والنشيد الوطني والقوات المسلحة والحفاظ على الهوية المصرية. حاجة التالتة قالوها برضو العمل على ترسيخ دولة المواطنة اللي انا ذكرتها من شوية. الحاجة الرابعة ان يكون التناول الاعلامي معززا لعلاقات مصر الخارجية، ودي اللي انا قلتها اني لما اجي اكتب او انشر او ازيع لابد تكون عيني على العالم المحيط بيا وعلى العالم المحيط الخارجي الاخر بعيدا عنه. مراعاة اللجوء، المسألة دي مهمة جدا على فكرة لما نيجي نتكلم عن الاعلام والامن القومي، اللي هو مراعاة اللجوء للمصادر الرسمية. يعني ما ينفعش ان انا اجيب خبر اقول ان الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف عمل كذا وكذا ويكون ده ما حصلش. لازم ألجأ للمصدر الرسمي والمركز الاعلامي داخل وزارة الاوقاف واسأل، يبقى لازم البيانات الرسمية، لازم اما اجي اتكلم بيانات رسمية. دي مسألة في منتهى الاهمية. الحاجة المهمة جدا بقى وانا برضو يعني عرجت عليها سريعا، اللي هي عدم الانجرار بقى وراء ما تروجه وسائل الاعلام المعادية اللي هم اهل الشر، الاعلام الشر، ما جريش وراه واقول اللي هو بيقوله صح. الكلام ده طبعا ده لابد ان انا اقف ضده بالمرصاد. رقم 8 الالتزام بالقانون الذي يمنع التعامل او التعاون او التعاطف او الترويج لاي جماعة ارهابية. دي مسألة في منتهى الأهمية. 9 بقى احترام القانون فيما يتعلق بعدم الترويج لأي أفكار تنال من ثوابت الدولة. النيل من ثوابت الدولة ده خط أحمر مفيش فيه كلام عشان أحافظ على الأمن القومي المصري. آخر حاجة بقى مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون. يعني في أكواد إعلامية مفروض أنا ألتزم بيها علشان احمي الامن القومي المصري. واشكركم على حسن السماع والانصات. شكرا. شكرا وجدي بيه على هذه الكلمة الضوئية الكبيرة المؤثرة. يمكن انا لما بدأت في الاسم كلمة بالغة الاهمية شديدة الدقة، وانا يمكن زي ما قال أجاب الحياة، ودي أهمية الندوات عن مفهوم الإعلام المعارض الحقيقي أو المعارضة الوطنية. ويمكن أنا عندما تحدثت قلت إن إعلام الجماعات الإرهابية لا علاقة له لا بالإعلام ولا بالمهنية الإعلامية بل هو محض أكاذيب. أضاف الأستاذ وجد نقطة هامة جدا، ألا نقف عند حدود التوصيف، وإنما دور الإعلام الوطني الحقيقي الاشتباك والمواجهة والرد وتفنيد هذه الأكاذيب. يعني الدولة المصرية بالكامل في حالة مواجهة مع التحديات المعاصرة وأهمها التطرف والإرهاب، والإرهاب بكل أنواعه بما فيه التطرف الفكري وجماعات أهل الشر. أستاذ وجدي أكد على مهمة جدا وإحنا يمكن قلناها في مواقف عديدة، الحياد حيث تتطلب مصلحة الوطن المواجهة خيانة. مش فقط الخيانة أنك تبقى بتتآمر، لا، أن تكون سلبيا حيث يتطلب الأمر المواجهة خيانة وطنية.
الحيال في قضاء الوطن خيانة وطن. ما ينفعش يعني لا حتى في الدعوة في قول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، واقف كده يبص يمين ويبص شمال ويحسب، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فأنا حقيقة أستاذ وجد الحقيقة على نقطة هامة جدا، وهي حتمية الاشتباك والالتحام والشجاعة في المواجهة سواء على في مجال الدعوة أو في مجال الإعلام. هل أستاذ وجد النقطة مهمة جدا، ودي بالنسبة لنا حيوية جدا في الخطابة جدا جدا وفي الدروس وفي الندوات الدينية، ويجب أن نتنبه لها بقوة، ولأن الحقيقة هناك قواسم مشتركة كبيرة بين الخطيب والإعلام، الاثنين هدفهم الوصول للناس، الاثنين هدفهم بناء الوعي. النقطة مهمة جدا، كثير من الناس كان في السابق لا ينتبه إليها، الآن درجة الوعي عليت، بس احنا عايزينها تبقى اعلى من كده وتبقى عامه وثقافه عامه. هو ايه؟ احيانا كان بعض زي ما بعض الكتاب وجد قال وبيكتب، احيانا هو بيخاطب الداخل بس فيغفل عن الخارج. يعني انا في مره حد من الزملاء كان كاتب كتاب فبيتكلم عن ايه؟ عن منهج معين. انا ممكن اتكلم عن منهج واقول احنا عملنا واحنا منهجنا فيه ميزات، لكن ليس من الحكمة قبل ما مهاجم حد أبقى عارف دي هتخبط في مين. فواحد بيقول إيه؟ منهجنا بيتكلم عن حاجة تخبط. أما الآخرون، أما أحد اللي يعني إحنا، ما إحنا الآخرون، هو مش واخد باله، هو بيخاطب بيدغدغ عواطف مجموعة بالداخل، لكن ما عملش حساب إن الكتاب ده لما يعفي الخارج هيعفي مين. بعض الناس وبالذات وطبعا محمد بيه معانا والكلمة ستكون له الآن، بالذات الإذاعة والتلفزيون، الرجل اللي بيتكلم في الإذاعة أحيانا إما لو مثلا أنا أستاذ جامعة كأنه بيخاطب طلابه جوه الجامعة، أو أنت فاكر إنك بتخاطب الناس جوه الجامع، لا ده أنت بتخاطب العالم. فأحيانا بيبقى الشخص مفعم بحتة معينة. في فرق بين ان انت قاعد في جامع تبقى انت قاعد مفعم بفكرة حاطط في اعتبارك، وانت في التلفزيون كأنك في مجموعة او واحد معين. واخطر ما في الدعوة الشخصانة، ان انت كأنك وانت بتدي التلفزيون اذاعي حصلت بينك وبين واحد مشكلة، فتيجي عامل الحلقة فوانت بتتكلم عقلك بالكامل مسحوب في مهاجمة الشخص اللي قدامك فتنسى. وخلي بالك اللي مش لله بيقع، الناس اللي زي دي عمرها ما تكمل ولا تقدر نفسها يبقى طويل. زي الكاتب لو بيكتب مقال وهو بيسقط هو متأثر بالنقطة الضيقة. فكان زي ما نقول ايه، زمان كان الراجل وهو بيخطب الجمعة قبل ما يكون في انتشار اعلامي ومكبرات صوت كانت الدنيا ملمومة. انت بتخاطب جوه الجامع، بتخاطب اللي قاعدين قدامك، او الوعظة بتخاطب اللي قاعدين قدامها، لكن ده انت 100 واحد بيسجل وبعد 5 دقايق قالوا انت على مواقع التواصل. هيك بقى انا كنت اقول للعفوا يمكن سواء علي بيه والاستاذ وجدي الاثنين اتكلموا على الوحده الوطنيه، وانا بتكلم في الجامع لازم افهم ان مش كل اللي هيسمعوني مسلمين، مش كل بنت. لو انت قاعد مع 5 6 ومفيش قاعه انت بتوجه حديثك، لكن انت بتتكلم في الميكروفون لازم تبقى فاهم ان اللي قاعد بره بيسمع الميكروفون في مسلم وفي غير مسلم، فتحرص على الا تخدش او تجرح احساس احد باي كلمه مباشره او غير مباشره. وسقطات السهم بتكون اكثر خطا من سقطات القصد. يعني انت بس مش تبقى انت قاصد، ما تاخد بالك انك تركز، لان هو بيتكلم دول لكن نسي ان للتانيين. ما بالك بقى في الاذاعه والتلفزيون، الدول والديانات المختلفه والثقافات المختلفه. يعني زمان كان مثلا بعض الناس، انت مثلا داخل مصر عندك كلها اديان سماويه، فانت ممكن تلاقيك واحد يقول لك الاديان السماويه ويعمل مجزره للاديان غير الايه
سامويل. هو بيتكلم ده جوه مصر لكن مش فاهم ان 50 سفارة وخمسين مئات السفارات ومئات يعني عشرات السفارات والدول والناس بتسمع، وبكره تبص تلاقي جاي احتجاج رسمي لسفير دولتك ويقول لك الحق. فهي ده اللي قاله، اللي قاله وجدي بيه، ان لم يعد الان لا الاعلامي، الاعلامي ضيق الافق ليس باعلامي، والخطيب ضيق الافق لا يصلح ان يكون خطيبا. عشان كده بنقول لازم لازم دورات في الامن القومي لكل من يعمل بالاعلام وكل من يعمل بالدعوه وكل صناع الراي، لابد لهم من امرين: دورات في مفهوم الامن القومي عشان ياخد باله، يعني انتوا قاعدين لعب في الندوه ده، انا واثق ان حضراتكم بعد كده لما تيجي تدي الشيخ بيخطب هيبقى فاهم مين اللي بيسمعه بره، اللي رايح الاذاعه والتلفزيون من الوعظات او كذا هيبقى عارف ان مش خاطب جوه مصر ده بيخاطب. ولذلك هقول لكم على حاجه، يعني في اوقات التصيد والتعبص مش فقط ما بتغلطش، لا ده الكاتب الدقيق او الخطيب او الواعظ لو الكلمه يمكن ان تحمل على 100 وجه منها 99 وجه على الوجه الحسن ووجه من 100 يمكن ان يعمل مشكله، يجب انك تاخد بالك من العباره. احنا زمان كانت الدعوات الشعر ايه في الخطب كلها؟ اللهم مثل يعني ايش في مرضى المسلمين، ما ياخد خد ربنا ايش في مرضى العالمين. هي كونة دي لما تيجي لغير المسلمين ما هي لفت وجات لك، ارفع البلاء اللهم ارفع هذا الوباء والباء على المسلمين. طب ان ارفع عن المسلمين وجانك هيلف ويجيلك، ده انت محتاج تقول اللهم ارفعه عن العالمين، لان ما يحدث الان بيؤس. ولذلك في كل خطبنا اللي بتكتب وسائل بلاد العالمين مش وسائل بلاد المسلمين فقط، لان ما يحدث في بلاد العالمين هيأثر على بلاد المسلمين. فمهم جدا مسألة الوعي القومي. ولذلك احنا الحقيقة عملنا الان بروتوكول لغاية الان مع 17 جامعة. 17 جامعة ده علي بيها تعمل ايه يا استاذ محمد؟ هتعمل دورات للأئمة والواعظات في مهارات التواصل الاعلامي، وبنكمل مع 17 جامعة تعمل دورات في كليات الاعلام وكليات واقسام الاعلام على مستوى الجمهورية. يدي، لان خلينا واقعين برضو، اساتذة الاعلام هم في الغالب الاعم اظن يعني ضمن مناهجهم الامن القومي، مفيش كليه بتدرس اعلام وما بتديش مفاهيم الامن القومي للاعلاميين. فعملنا بروتوكولات لغايه الان مع 17 جامعة ومكملين نعمل دورات متكامله في مهارات التواصل الاعلامي وكيفيه مخاطبه الراي العام. هي للاسف الشديد، للاسف للاسف، ناس كتير فاكره ان ايه قصه، ويعني ما اقدر اتكلم واقدر اقول، وهو ممكن هو بيقول يعرض نفسه. انا اقول حاجه تانية، انا قلت من يتعرض للافتاء للافتاء ومش دارس قانون دولي وفاهم قانون عام ما يتكلمش، لان ممكن هو بيقول فتوى يحط دولته في مشكله. الزمن تغير ومقاييس التاهيل اتغيرت، اللي كان ما كان يجوز ولذلك دايما انا باكد الدعوه علم وفن وخبرة وليست مجرد، كذلك الإعلام. مش كل واحد مسك القلم وكتب بعدين لك والله بص خد يا أستاذ وجد أنشر لك إيه؟ أنشر لك إيه؟ مش لما أقول لك على حاجة ظريفة كده، مرة واحد بيقدم طلب فعايز يعني يروح حتة معينة، فقبل ما يروح الحتة المعينة قلت له الحتة دي بتتطلب مهارتين: الكمبيوتر واللغة العربية. فقلت له طيب اديني الطلب اللي انت كاتبه. مسكت الطلب زي ما علي بيجا في القصه، قلت له طيب انت رايح تعمل ايه؟ يلا يا عم خد طلبك واتكل على الله. فهي في ما مقومات، يعني مقومات الكتابه ده خلي بالك، في ناس ممكن تبقى بتعمل سد خانه ما فيش يعني دي قضيه، لكن ولذلك بقول الكاتب والمفكر شتان بين المفكر اللي لديه تكوين ثقافي وقدرة على التأثير الحقيقي. صحيح احنا لا ننكر كل الجهود المخلصة، لا ننكر الجهود المخلصة، لكن عايزين نوازن. كل الجهود مطلوبة ايا كانت طالما هي في صالح الوطن وابنية صديقة، مش معنى كده ما تكتبش، لا اكتب،
وقول ولو كتبتك بس تبقى انت فاهم وانت بتكتب على صفحتك انك بتشارك بروح وطنيه. لان زي ما قلنا زمان كان بعض الشباب لما يبقى في قريه صغيره زمان او في حته ويقول خطبه كده وقصتين والناس تتبسط، مع الوقت مع الوقت تجبر لديه النفس وتتضخم الانا ويظن نفسه ان هو اصبح. تيجي تقول له مثل مين من فلان ان شاء الله تقول له مفتي الجمهوريه يقول لك تعالى انا وانا بقول برضه وانا عالم يا عم عالم انت جبت العلم دي منين؟ ايضا احنا مع ان الناس تشارك ومع ان الناس تكتب ومع ان الناس تقول، لكن يجب الا تتضخم الانا لانها بتضيع الانسان. طيب احنا بنعالج ده يا استاذ محمد عندنا بحاجتين، بالدورات التدريبيه المتكامله المستمره والاختبارات التي لا تنقطع. خد بالك ونقول لهم تعالوا انت قضيت، يقول لي لا مش هنخلص. طالما الانسان على قيد الحياه يظل يتعلم. احنا بدانا في باب جديد، باب جديد جدا، الاعجاز الرباني في الكون. ده مجال ضخم وهنبدا ان شاء الله مع الهيئه الوطنيه للاعلام نخرج برنامجا ضخما وانشانا منصه ومع كبار الاعلاميين على الانسان دائما. وزي ما قال الاستاذ وجدي الكتابه اليوميه صعبه، لكن مع الخبره، مش الخبره بس، الخبره وحدها زي ما قلت يا زوجي، ما لم تكن هناك قراءه يوميه للاعلامي وللمذيع. في مذيع بيعتمد محمد بيتكلم على خبرته القديمه، بعد شويه تلاقي اللي قاله من 10 سنين تجيبه تلاقيه بيقولهم. لا، ده المذيع كل حلقه هيحاور مين وهيتكلم في ايه ويقعد يقرا ويجيب عناوين ويكتب ويسجل انا بكره هقول ايه. ولا ينبغي ان يكون الكلام في الاعلام هو مجرد سد فراغ الصفحات او المساحات الاعلاميه. ومن يحترم نفسه ما لم يقدم جديدا يحسب له، فاولى له ان هو يبعد عن الاعلام العام ويكتب على صفحتك او مع الناس وقول، لكن مشاركه. انما نحتاج الى تجديد دائم وامتلاك ادوات الامام والخطيب والاعلامي يحتاجان الى ثقافه يوميه متجددة وإلى قراءة يومية واطلاع على الأحداث. أنا أقول إن أي حد ما لم يخصص من ساعتين لأربع ساعات يوميا على الأقل لمتابعة الأحداث العالمية وعمق تحليلها وقراءاته الشخصية بعد فترة لا يمكن أن يقدم جديدا. الكلمة الآن مع الأستاذ محمد نور. بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجه في البداية بالشكر لمعالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعة على هذه الدعوة الكريمة. والحقيقة انه انا هبتدي كلامي بتوجيه الشكر لمعاليه على دور الوزارة في المرحلة الراهنة. هو دور تأخر كثيرا، لو كان هذا الدور بدأ منذ 50 عام او اكثر كانت الامور اختلفت تماما في مصر. أصبح للوزارة دور مجتمعي، أصبح للوزارة دور لا نخشى الآن رجال الدين، لا نخشى التعبير إن شاء الله ما يخونيش إنه صورة رجل الدين، لا، رجل الدين رجل مواطن عايش في البلد وعايش في مصر ويعني يتأثر بما يحدث ويؤثر فيما يحدث وله دور مهم جدا. فالحقيقة أنا بشكر مرة تانية مع الوزير على الدور ده وبشكره على هذه الندوة المهمة وعلى التشكيلة المنتخبة أو المختارة من المشاركين في الندوة. الأستاذ علي حسن ومعالي الوزير يعلم جيدا قيمة وأهمية وكالة أنباء الشرق الأوسط ودورها التاريخي الذي بدأ منذ عشرات السنوات ومستمر وسيستمر إن شاء الله. وكالة لها أهمية وقيمة كبرى في بين الوكالات الإخبارية على مستوى
العالم، وكان لي تجارب كثيرة خلال مشواري الإذاعي مع هذه الوكالة الرائدة. أيضا يعني أستاذ وجدي ووجوده اليوم، وهو وجود مهم جدا، وللأسف في الفترة الماضية لم يتحدث أحد أو يسأل السؤال المباشر أين المعارضة في مصر. أجاب الأستاذ وجدي اليوم على ما كان يجب أن يجاب عنه منذ سنوات طويلة. المعارضة في مصر اليوم تقوم بدورها الفعلي، هو بيكافح فساد مسؤول، بيكافح يعني خلل شايفه في منطقة بعيدة عن نقد ما يحدث. من الإنجازات موجودة، الإنجازات لازم يدعمها المعارض والمؤيد، يجب أن يدعم هذه الإنجازات، يجب أن ينشر هذه الإنجازات، ويجب أن يعرف بهذه الإنجازات، ليس فقط مجرد النقل المباشر من خلال وسيلة إعلام سواء الإذاعة أو التلفزيون أو حتى الجرائد المقروءة أو المواقع الإلكترونية، ليس كافيا لإيضاح الصورة، ليس كافيا. يا جماعة، ما يحدث في مصر منذ عام 2014 حتى اليوم هو غير مسبوق في تاريخ هذا الوطن بالفعل. بعد ما انتهينا من الشكر لدور الوزارة، واللي برجو من معالي الوزير أن يعني يطوره أكثر ويفعله أكثر ويزيد من مثل هذه الندوات المهمة، لأنه لما بتقوم الوزارة بالدعوة إلى هذه الندوات بيغير تماما صورة وزارة الأوقاف في مصر. صورة الشكل التقليدي لرجل الدين في مصر انتهى بوجود معالي الوزير، وهذه ليست مجاملة مني له، ولكن دي حقيقة فعلية، وهذا ما يحدث الآن في مصر. لو تحدثنا عن الصناعات الثقيلة في مصر، ودائما ما أكرر أنها ليست صناعة الحديد والصلب أو الألومنيوم أو الأسمنت أو حتى الصناعات العسكرية، ولكن هي صناعة الاستقرار. الصناعة الأهم في مصر الآن هي صناعة الاستقرار، وهو ما يقوم به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل جهد ودأب ونشاط وهمة. صناعة الاستقرار بتتطلب يعني العديد من المقومات والعديد من الدعومات، من أهمها إن لم يكن على رأسها الإعلام. الإعلام له دور مهم جدا، وده اتضح في دول أوروبا، في أمريكا لما كان مجلس القومي الأمريكي يضمن مستشارا إعلاميا ضمن منذ أكثر من 20 أو 25 عام ضمن مجلس الأمن القومي الأمريكي، في إشارة ودلالة واضحة على أهمية دور الإعلام في دولة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية. صناعة الاستقرار حتى تستمر المسيرة، ما هو أنا الإعلام ماذا يمكن أن يقدم الإعلام؟ ممكن أن يتأخر الإعلام قليلا أو كثيرا، فبالتالي دوره سيكون واضح تماما في مستوى الإنتاجية في بلد مثل مصر. هيقل الإنتاج، هيتأخر الإنتاج، لكن لو اقتنع 100 مليون مواطن وأدركوا ما يحدث الآن على أرض مصر، الإنتاجية ستزيد. اللي ما عندوش استعداد يشتغل هيشتغل، اللي ما عندوش استعداد ينتج هينتج، وده دور الإعلام. أنا بتحدث بالعامية عشان بقالي سنوات طويلة بتحدث بالفصحى، فيعني النهاردة جت فرصة تاريخية وأتحدث بالعامية المطلقة. عايز أقول إنه تحدث معالي الوزير وتحدث الأستاذ وجدي عن الاستراتيجية الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللي شارك فيها الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. الاستراتيجية دي مهمة جدا، والنقاط اللي ذكرها الأستاذ وجدي طبعا مهمة جدا، ولكن الأهم من الاستراتيجية هو التنسيق والتناغم بين هذه الهيئات، لأنه دون وجود تنسيق أو تناغم بمجرد وضع استراتيجية واطلب من قطاع أو جهاز أو جهة تنفذها، فهي هيبقى يعني من الصعب ده، لأنه ما فيش تناغم أو تنسيق بين هذه الجهات. التنسيق بمعنى أنه الهيئة الوطنية للإعلام بتملك أكثر من 30 قناة تلفزيونية و8 شبكات إذاعية، والمجلس الهيئة الوطنية للصحافة يمكن تقريبا 55 إصدار، وده رقم كبير جدا جدا جدا. فالتنسيق لازم يتم من خلال مجلس تحرير، من خلال لجنة عليا، من خلال لازم يبقى في شكل من أشكال التنسيق موجود عشان نقدر ننفذ أو نطبق. إنما أنا بعمل استراتيجية وبقول لكل جهة لو سمحت نفذ، هيبقى فيه هنا نوع من أنواع الخلل في التطبيق ده فعليا. اللي
عايز اتكلم كمان عن هي فرصة انه طبعا حضراتكم تسمعونا، لكن الفرصة كمان في انه وكالة انباء الشرق الاوسط موجودة، فبالتالي اللي احنا بنقوله هينتشر كالنار في الهشيم، وهو ده المطلوب انه نخرج بتوصيات. التوصيات دي تنقل لأجهزة الدولة وللمسؤولين، فبالتالي قد يكون في ضمن الحديث اللي يستغرق ساعتين او ثلاثة ثلاث اربع نقاط تغير مفاهيم بالكامل، تغير خط سير دولة بالكامل، تغير مناهج، تغير. فده هو ده اللي احنا بنعمله بالظبط. ان انا ممكن نتكلم ثلاث ساعات لكن نطلع بنقطتين او ثلاثة مهمين جدا يستفاد منهم، تستفيد منهم اجهزة زي ما اتفقنا، يبتدي يعني نقول رأي في مثلا معالي الوزير بيتكلم عن 17 جامعة والاتفاقيات والبروتوكولات التعاون و يعني انا بختلف مع معاليه في الدراسة، في يعني مدرس اكاديمي قد لا ينقل صورة صحيحة للأئمة او للدعاء، او هو هينقل لهم كمدرس جامعة. طب ما هو لازم يبقى في منهج، ما هو انا في منهج عشان ال 17 جامعة دول يتعاملوا بنفس المنهج، لازم يكون في حد مؤثر بيحدثهم. يعني استاذ جامعة هيحدث امام او هيحدثنا انا قد اقتنع بكلامه او لا، وهو قد يكون الراجل مدرس فعليا، فالتدريس هنا مش هيوصل او سيأتي بالنتيجة المرجوة او المطلوبة. واعتقد ان معالي الوزير ممكن يتفق معايا في ده. عايز اتكلم كمان عن الامن الداخلي. يعني مصر محمية بحمد الله، ومصر محمية باهلها، كل ده كلام منطقي وطبيعي وواقع وحاصل فعلا، ولكن لما اعمل ده الاعلام يساهم في هذه المنظومة، هيبقى فيه زي ما قلنا انتاجية، احقق خطوات ايجابية جيدة في مدة زمنية قصيرة. ده اللي بيعمل عليه السيد الرئيس في هذه المرحلة، ومعه يعني الرجال المخلصون، ونحن معه بالطبع. فعايز اقول انه لازم النهاردة اعرف الوسائل اللي موجودة، المقروء، المسموع، المرئي، الالكتروني، الشرائح المخاطبة، من هم المخاطبون ومتى يخاطبوا، نتيجة الخطاب ده، مردود الخطاب، رد فعل الخطاب، كل ده لازم اعرفه. والوسيلة الحالية الوحيدة اللي اقدر اعرف من خلالها انا بفترض انه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، لانه مفيش شركات بتعمل استبيانات في المرحلة الراهنة. يمكن في المرحلة الجاية ان شاء الله هيكون فيه موجود، وفي المرحلة الجاية برضو زي ما معالي الوزير قال في كلمته الامور بتتحسن وبتسير يعني بخطى ثابتة وخطى مطمئنة الى الامام. في خلال اعوام قليلة هيبقى فيه يعني قوانين رادعة وحاسمة وبتطبق بحسم وتنفذ بحسم. اللي بيحدث الان في السوشيال ميديا اللي ما فيش يعني سيطرة عليه هيبتدي يتقلص ويتضاءل، وتصبح هناك سيطرة. السيطرة ليست بمعنى السيطرة الامنية، ولكن السيطرة الذاتية. مصادر الاخبار هتبقى محددة، الناس هتبتدي تدرك. طبعا احنا يعني فوجئنا بالمواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، فما كانش عندنا فكرة. فاي حد بيكتب اللي هو عايزه، اي حد بياخد خبر من اي مكان يحطه في اي مكان من غير ما يفكر الخبر ده مردود يرد في خبر وفاة مثلا، فلان توفي الى رحمة الله، ويكون ده لم يحدث او لم يقع سواء كان فنان او غيره. ده في منتهى الخطورة. مع مرور الوقت، مع مزيد من التوعية، هيبتدوا الناس يستوعبوا مدى خطورة هذه الوسائل، وهيبتدي، وده بالفعل ابتدى يظهر، انه ابتدى يقل نقل الخبر. في النهاردة ناس بتتأكد قبل ما تنقل الخبر، ده ما كانش موجود من سنة او اتنين. كل ده احنا بنتكلم على علينا احنا كمصريين وكمواطنين مصريين، لسه ما جيناش جنب او لم نناقش ظاهرة الاستهداف، او ان مصر دولة مستهدفة، وانه المؤامرات يعني بتحوط مصر من كل جانب، ودي حقيقة. لانه لو مصر تمكنت من الوقوف على اقدام ثابتة ونهضت النهضة التي يعني يخشاها الكثيرون، ده ما ليس في صالح يعني بعض الدول وبعض القوى في العالم، ولكن ان شاء الله سننجح وسنقف على اقدام ثابتتين، وبننجح وبنتحول الى قوة عسكرية وصناعية ودينية، ونستعيد المكانة. مش بس بنستعيد المكانة، لا، سنحصل على مكانة افضل بمشيئة الله في الاعوام القادمة، لانه احنا بنعمل فعلا في بعض الصعوبات بنواجهها، لكن احنا بنستطيع ان نتغلب عليها.
المصريين لما بيفهموا، لما بيدركوا، لما الإعلام بيصل لهم بحقائق ومعلومات صحيحة، بيبتدي يقف مع الدولة، مع الرئيس، مع الحكومة، ويبتدي ردود الأفعال تبان بسرعة. يعني النهاردة في الفترة الأخيرة، لما رغم ظاهرة الكورونا من شهر 3/2020، ولكن المشروعات بدأت تنقل، وابتدت الناس تشوف إيه اللي بيحصل في مصر، ابتدت تظهر الإيجابيات الكثيرة، المجهود اللي بيبذل، كل ده بيؤثر علينا، بيؤثر على المواطن المصري، بيبتدي يستحمل شوية الظروف الاقتصادية، يبتدي يقول بكرة أحسن من النهاردة، وده واقع وده حقيقي فعلا إن شاء الله، وده هيحصل. هنا دور الإعلام مهم جدا 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 في إيصال وإيضاح هذه الصورة إيضاحا إيجابيا جيدا. اللي عايز أقوله كمان إنه الرقابة الذاتية هي الأهم هنا. في حاجة يعني حاجة مهمة، أنا في مواثيق خاصة بالإعلام، مواثيق شرف، في مواثيق خاصة بجهات أو وزارات، أو أعتقد أن المواثيق ليست هي الأصل في يعني لما نشوف دولة زي بريطانيا، الصحافة هناك حرة للغاية، بينتقدوا الحكومة، بينتقدوا الملكة، مش محتاج ميثاق هناك عشان الميثاق ده يوقفه أو الميثاق يحاسبه. الرقابة هنا على الإعلام لازم تكون رقابة ذاتية، إحساس ذاتي، ضمير ذاتي، هو ده اللي يعدل المسار. يعني أنا ما بعملش ميثاق شرف إعلامي فبحاسب الصحفي أو الكاتب أو المذيع أو لا يا فندم، إحنا الرقابة لازم يبقى أنا مدرك أنا داخليا إن أنا لو عملت ده ضد مصلحة الوطن. ده أهم مليون مرة من إنه أنا يبقى في ميثاق يعني يحاسبني أو يعاقبني. إدراكي بأهمية ما أقوم به تجاه الوطن. عايز أتكلم في نقطة أخيرة مهمة جدا طبعا. دور مهم جدا أيضا يقوم به معالي الدكتور الوزير محمد مختار جمعة، نسميه تطوير الخطاب الديني، تحديث الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني. هو الإسلام لا يحتاج إلى تحديث أو تجديد، هو الإسلام دين لكل العصور، هو فقط يعني طريقة العرض مش محتاج. فإحنا تجديد الخطاب الديني فيه دور مهم وكبير، بيقع على عاتق إذاعة القرآن الكريم اللي بيزيد عدد مستمعيها عن 30 مليون مستمع في أرجاء مصر وأيضا في الخارج من خلال تطبيق على الموبايل أو من خلال المواقع الإلكترونية أو الإنترنت. الدور ده لوحده لا نستطيع أن نؤدي هذا الدور بمفردنا بنجاح، لأنه الدور تجديد وتطوير الخطاب الديني بيحتاج إلى منظومة متكاملة، بيحتاج إلى مجلس أعلى، إلى لجنة عليا، يجب أن تكون وزارة الأوقاف هي الرائدة، ونحن معها إذاعة القرآن الكريم من خلال الهيئة الوطنية للإعلام، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من الوزارات يجب أن تكون في هذه الحلقة، في هذه السلسلة، حتى نستطيع أن نقوم بهذا الدور. تطوير الخطاب الديني هو في إعلام، وهو بيتضمن إعلام أيضا. وأنا النهاردة دور أئمة المساجد في خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية دور مهم جدا جدا جدا، وهو دور إعلامي في المقام الأول. إذن ما قام به معالي الوزير، البروتوكولات مع الجامعات، التدريس والتدريب، التدريب ده أهم حاجة في الحياة، كل دول العالم المتقدمة تدرك أن التدريب والمتابعة هما أهم عنصرين لنجاح دولة، التدريب والمتابعة. فالأئمة هم إعلاميين بيعملوا معنا، وفكرة معالي الوزير في أنه يتلقوا دورات تدريبية أيضا في معهد التدريب لدعوة التلفزيون كانت فكرة خارقة للعادة، وكانت فكرة جديدة ومتميزة. بنطلب من معالي الوزير أن يعني تزيد هذه الدورات، أن يزيد التعاون في هذا المجال، لأنه الأئمة بالتعاون مع والدعاء طبعا بالتعاون مع الإعلام، مع جهة الإعلام، مع إذاعة القرآن الكريم، مع سيؤدوا إلى نتائج باهرة للغاية. آخر حاجة أشكر معالي الوزير على تجربة الواعظات التي هي تجربة محترمة متميزة، تجربة رائدة.
ان شاء الله ستكلل بالنجاح في العالم كله، تبدا من مصر وتنتشر في العالم كله. انا يعني معلش عارف ان ميزانيه هيئه الاوقاف كبيره، فارجو من سيادتك تدعم الوعظات، وارجو من معاليك انك ان الوعظات يروح اخر الدنيا على حساب الاوقاف. وشكرا. بصفة عامة وإذاعة القرآن الكريم بصفة خاصة، وأنا أشهد أنه يسير، يعني دي شهادة لله، في إطار التجديد المنضبط. زي ما الأستاذ واجد الحقيقة قال كلمة عجبتني جدا، وأنا يمكن استأذنه خدتها في العناوين: الحرية المسؤولة والمعارضة المسؤولة. أيضا التجديد المسؤول والمنضبط، لأننا أيضا في كل الاتجاهات نعاني من التحول للنقيض والخروج من أقصى الطرف إلى أقصى الطرف الآخر، وكلاهما خطر. فيعني دائما نتشاور معا، وحيث التواصل دائم، ربما لا يمر أسبوع لا نتشاور في قضايا البرامج. يعني الحقيقة أنا بحيي على هذا، وهو يمكن زي ما احنا معنيين بتوسعة الأفق الثقافي، يمكن هو عنده الأمر لا يقل أهمية عن عندنا لسبب معين. زي ما الناس خدت على نمط معين، في ناس حفظت إذاعة القرآن الكريم على شكل معين، إن هي برامج محددة. ونخلينا نكون واقعيين، من جدد فقد استهدف في أي مجال. من جدد، يعني أستاذ واجد هو بيتكلم، يعني الوكالة بطبيعتها لسان حل الدولة المصرية دايما بطبيعتها وبحكم تكوينها وبتركيبها التاريخي خط وطني ثابت لا يتغير. لكن زي ما قال واجد بيه الأمور، قال هل الوفد دلوقتي زي زمان؟ لا، لأن هي تبص التحديات. أنا ما عنديش تحديات خارجية ولا تحديات تهدد الأمن القومي، هشتغل على مواجهة أي خلل أو تقصير داخلي. لكن ترتيب الأولويات، لو دولة معرضة لتحديات ضخمة وتهديدات، لا، يبقى الأولوية لمواجهة هذه الجماعات، ده الرؤية الوطنية. فقال إيه؟ المعارضة المسؤولة والحرية المسؤولة. برضو الأستاذ محمد الحقيقة عنده قضية، في كل مكان هناك ما يسمى، في أي مكان في الدنيا في التجديد، هناك من يطلقون على أنفسهم الحرس القديم، الذين يقولون ليس في الإبداع أفضل. تفضل يا محمد. Yeah.
يجب ان تحط شرائح اكبر وشرائح اعرض من المستمعين. في شريحه عريضه تدي عريضه في 30 مليون في 35 مليون، ولكن ليه ما يجيش 50 مليون في 60 مليون في 70 مليون؟ لماذا لا تخاطب الشباب؟ هناك في 65% من سكان مصر من الشباب يعني ما يكون من 65 مليون او يزيد. طيب انا دول مطلوب اخاطبهم يعني من خلال اذاعه القران الكريم ايضا. ففي منهم اللي بيسمعني وفي منهم اللي انا عايزه يسمعني. فبالتالي لازم اغير في نوعيه البرامج في طريقه تقديم البرامج. بدانا زملاء سبقوني حياه الحسن سليمان كان رئيس القران الكريم، بداوا بنقطه فقهيه ونقطه تفسيريه، ثم قدمنا مع المعالي وزير الخطيبه العلويه، وفي طريقنا الى تقديم مجموعه من البرامج بهذا الشكل، اشراقه قرانيه وغيرها، لانه انا النهارده ما فيش وقت اسمع ساعه ساعتين ثلاث ساعات. انا عايز اسمع في دقيقه ودقيقه ونص كل اللي انا عايزه. عايز الاجابه على سؤالي في دقيقه، عايز الاجابه على اللي عايز فتوى في دقيقه. فكل ده ابتدينا يعني نعمله، بس نعمله واحده واحده عشان هنبدا ان شاء الله معاك بعد كده نعمل لمحه علميه. انا حبيت اوضح بس انا مش عايز اتكلم عن لا كويس، لكن هو معالي الوزير فتح الموضوع. انا بشكر معالي الوزير مره ثانيه على خطيره دعويه التوفيق، يعني واجهنا شويه يعني صعوبات وواجهنا اراء ما كانتش يعني ايجابيه، ولكن هو كده يعني لازم في استهداف لازم في، المهم ان احنا نتخطى المرحله. الحمد لله نجحنا وبننجح، وابتدت الافعال الايجابيه تظهر، ابتدت ردود الافعال في الالاف، يعني مش عايز اكون برضه مبالغ واقول بالملايين، ابتدت الاستجابه لهذه نوع البرامج وهذا البرنامج بالتحديد. الحمد لله يعني النهارده انا اللي بيقابلني ما بيجاملش، يشيد بالبرنامج، يشيد بالفكره، يشيد بالمضمون، وده الاهم. والحمد لله ان شاء الله انا يعني بمصير بخطى بطيئه شويه، ولكن ربنا يوفقك يا محمد بيه وخطه طيبه. لكن انا اقول نقطه، من يقع التاريخ هقول لكم على كتاب قديم مش جديد، يعني كتب القاضي علي ابن عبد العزيز الرجاني، هتلاقوا الكلام ده في اول كتاب الوساطه في المقدمه. دايما الناس اللي هو ما يسمون او من يطلقون على انفسهم في اي مكان بالحاصر القديم هو خايف من التجديد لحاجتين، يقول لك دي السكه دي عرفناها لسه هتعب تاني. اتنين، انا بقيت عالم في القديم، هل ممكن ابقى عالم في الجديد ولا حد يدخل؟ فالامام عبد القاهر قال ايه؟ اهل النقص اللي ليس لديهم القدره على مجاراه التجديد او اي اتجاه، اهل النقص فريقان، فريق قعد به عن الكمال عجزه او اختياره، اما ان هو ما يقدرش او كسلان، وده مش مشكله، على الاقل ما جاش منه خير بس ما جاش منه شر. واما الفريق الاخر فلم يجد امثلة لجبر نقيصته وستر جبيراته الا حسد الافاضل وامتثال الاماجد، فيقطع في الجديد ويقول لك انتم مش نافعين، وضيعتوا الاذاعه وضيعتوا الصحافه وضيعتوا لعدم، اما لعدم قدراتي على الاستيعاب او لعدم قدراتي على المجاراه. فدي امر طبيعي، ولذلك قالوا ما يشبه الحكمه من جدد في اي مجال، في اي حته هتغير هتواجه ببعض النقاط، لكن في النهايه البقاء للاصلح باذن الله تعالى. اللي يمكن هقول نقطه واحده وناخد كم مداخله، احنا باذن الله على واحده ونص، احنا دايما ندواتنا لا تزيد عن ساعتين مراعاه للوقت، احنا بدانا 11 ونص تقريبا، على واحده ونص باذن الله هنكون خلصنا. لكن هي في نقطه بس محمد بيه قال عليها فانا هطمنه فيها، احنا فعلا بدأنا بدورات تدريبية هامة مع الهيئة الوطنية للإعلام، ولما جت ظروف كورونا توقفنا، يعني إنما مش توقفنا توقف كامل، إحنا كنا بنختار وجدي بيه أستاذ علي 15 من الأئمة والواعظات المتميزين جدا، نعمل لهم دورة ما بين الهيئة الوطنية ووزارة الإعلام ثلاث أسابيع كاملة، ثلاث أسابيع في أكاديمية الأوقاف، ثم ياخدوا أسبوع جوه الاستديوهات يتدربوا على المواجهة، وده اسمر ثمره عاليه. طيب انا هدفي ايه من دورات الجامعات؟ عده نقاط. احنا الدورات في الجامعات ليست دورات اعلام فقط، احنا بنشتغل على ثلاثه محاور: اللغه العربيه والارشاد النفسي وعلم الاجتماع ومهارات الاعلام.
انا بقول الهدف من الضوابط دي حاجتين. لو انا هعمل مثل 1000 واحد في الشهر، انا لا انشد ان يبقى عندي 1000 اعلامي. مهمه وبمناسبه الاستاذ محمد ما شاء الله لما يتكلم شغله الاذاعيين امر طبيعي، مواجهه الجمهور والانطلاق، لكن ومهمه الامام كده. انا ان لم يكن اعلاميا على الاقل بحسن له اداؤه الخطابي ومهارات التواصل. وبعدين بنعمل ايه؟ الدوره بتتعمل. انا لو هعمل في اكاديميه الاوقاف او في الاذاعه، احنا كنا بنعمل مجموعه 15، لكن لو انا هشتغل في 20 كليه في 20 هقدر اعمل 400 في وقت واحد. ال 400 دول منهم اولا نقدر نقول ان في اي جامعه في ناس بيغلب عليها الطبع الاكاديمي وناس بيغلب عليها الطبع الاحترافي. لا كلهم هيبقوا اكاديميين ولا كلهم هيبقوا احترافيين. باجي في ال 400 دول اخد الاوائل اجيبهم للدوره المتخصصه مع الاتحاد الاذاعي والتلفزيون. انا قابلت يعني وبالمناسبه رؤساء الجامعات، يعني مساله التحديث دي بقت عمليه عامه في الدوله المصريه. انا قعدت مع رئيس جامعه اسوان فقلت له احنا نعمل دورات اعلام في كليه الاعلام. هو بنفسه قال لي خد بالك، شوف اللي انت قلته. قال لي انا هاخد بعض الاكاديميين لكن ركيزتي الاساسيه مش الاكاديميين، انا هجيب خبراء الاعلام من ابناء اسوان سواء اللي شغالين في اذاعه القران الكريم، هم دول اللي هجيبهم يدربوا. يعني رئيس جامعه اسوان قال انا هخلي الشق العملي هو الاغلب من خلال، بس انا بدل ما اجيب 50 امام من اسوان. لا ان شاء الله بعد هقول لك ليه. قلت له لان هو انا عشان ادرب في الاذاعات الاقليميه او في الاستديوهات الاقليميه الزملاء هناك يعني انا يعني المستوى التدريبي يعني بيتبع البيئه المحيطه. هو يعني ما اقول لك على حاجه، ما هم بيعملوا ايه؟ اكمل لك بس هنقول حاجه كويس انك قلت كده. هنعمل ايه؟ هنخلي دي طب اكمل لك بس هنعمل ايه؟ لا دي الدواء على الاقل خد الاولاد اللي هناك يرشحونا بقى، لان مش هقدر اجيب 50 من كل محافظه في مره. هو خد 50 بكل الاحوال. الامام استفاد بكل الاحوال لما احتك بخبرات جديده حتى لو كانت محدوده استفاد بنسبه ما. هو بقى مهمتهم يلتقطون الكفاءات في الائمه والعظام اللي يلاقي عنده مقومات. عارف زي ما انت بتعمل في الاذاعه كده تنزل تعمل اختبار اولي في المحافظات ويجيبوا لك الافضل يجي يدخل اللجنه المركزيه. اعتبر دي كده ان بتاع المحافظات لجنه متقدمه بتعمل عمليه انتقائيه وتجيب لنا المتميز عشان يجي مركزي باذن الله تعالى ان شاء الله. دكتور يمنى اتفضلي. طيب هتاخدي المداخله اتفضلي وبعد كده اتكلم. دكتور اتفضلي. حد يديها مكبر صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عمر عبد الناصر هو كاتب الاوقاف وفي الجامعه الكنديه لمصر. تخصصي علم النفس ولكن انا في مجال الدعوه من 30 سنه. الحقيقه الندوه دي بالنسبه لي انا كيوم عبد الناصر هي نقله حضاريه ان يكون ضيوف المنصه بهذا التعلم، ان احنا نلتقي باستاذ وجدي وهو من الوجديين في القدماء. وانا على فكره
هناخد مداخلة تانية؟ خلاص. كم واحد؟ خلاص انا استاذ عبير عندك ده ونص ودفين ده ونص وبعدين ندي الاعلاميين. عشان بس الوقت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. كده عشان ندي بقى استاذه نيفين ده ونص ثم فريد بيه بعد كده وناخد مداخله تانية وعشان الوقت. استاذ فريد الحقيقه احنا لو عارفين بقى حضرتك جاي النهارده كنا جبنا الاوائل بتاع الجمهوريه. احنا اعلنا اليوم دايما بنعمل مع صحيفه الجمهوريه عدد من المسابقات الهامه واليوم اعلنا الاوائل، ولكن وعدنا اتفقنا مع الاستاذ عبد الرازق ان اول ندوه هنعملها في الجمهوريه هنكرمهم قبيل الندوه. اتفضل استاذ فريد ادول الميكروفون. هناخد مداخله اخيره وبعدين نرجع للمنصه ناخد تعليق اخير. المقاتلين في القناة. يعني نماذج
صدقش ان هم شعراء عظام لو صدقنا كلامهم لانهم كانوا مجددين. وانا اتمنى ان يستمر هذا الصابون. وانا جيت فعلا النهارده مش عشان كده، انا عشان استفيد. وبشكركم والسلام عليكم. شكرا فايبيه. الحقيقه احنا عشان الوقت هنكتفي بذلك ونعود لمنصه الدكتور احمد القاضي، دايما بنديله كلمه، بس النهارده الدكتور استاذ محمد نوار يجوب. خلاص دي نص دقيقه عشان استاذ محمد، دي طيب دقيقه واحده. هو استاذ محمد لا يدي لك، انا كنت النهارده مش هدي لك في وجوده. ماشي، اخر دقيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية إجلال وتعظيم إلى المنصة الكريمة. تحية معاليكم معالي الوزير. الحقيقة يعني اختيار الموضوع، حسن اختيار الموضوع وحسن اختيار الضيوف أمتعنا كثيرا كثيرا. نتوقف معالي الوزير عند يعني كلام معاليك في أهمية المقال أو صعوبة المقال اليومي، كذلك صعوبة البرنامج اليومي. يعني ليس فضلا طبعا، ولكن لاول مره في تاريخ اذاعه القران الكريم انه يكون هناك مذيع من مذيع اذاعه القران الكريم مذيعا للرئاسه او للرئيس. انا اللي رشحته وراح واشتغل زميل محمد مصطفى يحيى، ودي ما حصلتش في تاريخ اذاعه القران الكريم من سنه 64. والحقيقه انه قبل بلاء حسنا، ويعني اثني عليه لدرجه توفيق ان شاء الله. طيب الحقيقه انا بشكر حضراتكم، لكن في النهايه احنا بعد اللقاء لدينا اجتماعان. الاول ان شاء الله سيكون خفيفا وسريعا مع الوفد المسافر الى دوله السودان الشقيق يوم الاحد، ويضم 6 أئمة وخمسه وعظات. هنبدا باجتماع في القاعه البيضاويه في لن يزيد عن 10 أو ربع ساعة إن شاء الله بإذن الله، فهينتظروا دول داخل القاعة البيضاوية. وأنا هنا بنتهز الفرصة الحقيقة دايما، أنا الحقيقة بأشكر الأستاذ علي حسن على دعمه الدائم لكل ما يدعم مؤسسات الدولة الوطنية، وده الدور التاريخي لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ولكن الحقيقة هو عظمه بحس وطني كبير. ويمكن يوم أن كنت في السودان في الزيارة الأخيرة، كان الحقيقة برضو أنا هنا بأشيد بمراسل الوكالة اللي الساعة 2-3 بالليل في كل وقت تلاقيه. وأنا هنا برضو يعني أطلب من أخي الأستاذ علي أن يبقى فيه دعم كبير للقافلة إن شاء الله بإذن الله تعالى، وتوصية من سيادتك. وهم يعني في النادي كلها بلدنا، وطبعا في ظل العمق العلاقات المصرية السودانية ده عمل بيخدم الصالح المشترك للدولتين الشقيقتين مصر والسودان. ويمكن زي ما الاستاذ محمد نوار كان بيتحدث، هناك اهتمام بالغ من السفاره السودانيه هنا ومن وزاره الشؤون الدينيه، وان شاء الله ستجدون ما يصلكم. ونرجو ان تكونوا
خيار شفعاء لمصر ان شاء الله. النقطة اللي بعدها ان شاء الله هيبقى في اجتماع للشباب اللي احنا هنقابلهم من المؤشحين للإفاد الدائم في مختلف دول العالم ان شاء الله. انا في تعقيب اخير ان شاء الله هنسمع تعقيب من السادة الضيوف الافاضل كبار الكتاب والمفكرين. هنبدأ نسمع تعقيب سريع من الاستاذ علي حسن. طبعا سريع. اولا ان تكونوا اتمنى ان نكون جميعا على علم وبينة من ان مواقع التواصل الاجتماعي وما يكتب فيها ليس اعلاما. لكن الاعلام لان الاعلام هو الذي يأتي الينا بالمعلومة الصادقة والمعلومة الصحيحة. ومن ثم علينا ان نستقي المعلومات من مصادرها الرئيسية ممثلة في الصحف وما أكثرها، ممثلة في المواقع الإلكترونية محل الثقة، مواقع الوزارات. هناك بوابة الآن لرئاسة الجمهورية، لمجلس الوزراء، للعديد من الوزارات، لها أيضا مواقع في مخاطرها أيضا وزارة الأوقاف وغيرها من الوزارات. نستطيع العودة للتثبت والتأكد بالمعلومات من مصادرها الرئيسية. وفيما يتعلق ب الأفكار التي ينبغي مواجهتها كما أشارت الواعظة المحترمة، الفكر لا يحارب إلا بالفكر. ومن ثم هذا الدور تقوم به كافة الجهات المعنية في الدولة وفي مقدمتها وزارة الأوقاف. ما رأيت كتابا لمعالي الوزير وتصفحته هويتنا الواقية في زمن العولمة، حتى الكتاب الذي يعرض إلى المقال وفنونه أجد فيها أيضا وأنا أتصفحه ما يؤكد على أهمية الحفاظ على القيم وعلى عاداتنا وتقاليدنا وقيم المواطنة والسماحة والإحترام. ونشرف دوما بأن مصر الآن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد أزهى عصور الوحدة الوطنية. والنموذج الأمثل لهذا الأمر تلقيناه من أستاذنا الدكتور محمد مختار جمعة وعلاقته بالكنيسة الوطنية المصرية وسائر الكنائس، أيضا بفضيلة شيخ الأزهر، فضيلة المفتي، قيادات الكنائس المتعددة في مصر. وبالتالي لهذا الأمر أيضا مردوده وانعكاسه علينا نحن كشعب مصر نعيش الآن أزهى عصور الوحدة الوطنية. والوحدة الوطنية هي الصخرة التي تحطمت عليها سائر المؤامرات. فنحن وأشقائنا المسيحيين في مصر جسد واحد وروح واحدة ويد واحدة نحمي هذا الوطن ونحافظ على أمنه وسلامته واستقراره سويا. شكرا علي بيه، ونتمنى لسيادتك دوم التوفيق. يمكن زي ما الدكتور يمنى قال في نقطة مهمة جدا، احنا يعني بدأنا في جوانب وجدي بيه الندوات بتاعتنا، هم أصلا الأئمة والوعظات ربما تشبعوا بالثقافة الدينية البحتة، وبعضهن أو بعض الأئمة ربما يكون لديه ثقافة واسعة، فمهما تديله محاضرات دينية هي بتضيف، مفيش حاجة ما بتضيفش. لكن الإضافة الحقيقية في هذا التنوع لما يلاقي كتاب ومفكرين وأدباء، وإن شاء الله هنعمل اللي هي دواء إن شاء الله، حددنا معاده يوم 8 فبراير، يوم 8 دورة الإعجاز العلمي، ويجي ناس من وزن الدكتور حسام، يعني فيها أربعة أنا أذكر منهم الآن، فيها الدكتور حسام موافي، وده طبعا الطبيب المعروف الكبير اللي هو لا هو بيتمتع مع جانب الخبرة الطبية بالعرض حسن العرض. فيها الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الدراسات العليا وعميد كلية الطب الأسبق. فيها اتنين كمان هي على مدار يومين 8 ساعات ثقافة علمية. فده بيدي الإنسان إلى أي مدى هو محتاج دائما يقرأ ويتعلم. فضل. هو الحقيقة أنا مش هطول كتير، بس أنا عندي يعني ملاحظتين مهمين. الملاحظة الأولى هي بخصوص معالي الوزير الدكتور مختار جمعة، الخاصة بفكرة الوعظات. حقيقي جد انا بحييه، وعلى فكره الفكره دي
ليها صدى كبير قوي في الشارع المصري. يعني انا يعني في يعني انا تلقيت مكالمات كتير بشان الوعظات وكانوا عايزين يستفسروا عن اسئله. هنعمل لك ندوه عندك في الوقت نختار لك 3-5 تمام في يوم. ما انا كنت عايز اقول كده وتيجي انت وتاخدهم يوم عندك استضافه تمام وتسالهم بقى براحتك انتوا اتضبطوا ازاي وعملتوا ازاي. فعلا حضرتك سبقتني فعلا. انا كنت عايز اقول يعني استاذن معاليك ان فعلا عايزين نستضيف بعض الواعظات في حزب الوعظ في حوار مفتوح ونعمل حوار مفتوح زي المعلم. انا هضيف لك اضافه بقى. اتفضل. هنيجي في اليوم اللي هيجي لك فيه 5 واعظات عشان بقى حزب الوعظ تمام. احنا بنشتغل مع المجلس القومي الموقع بيشتغلوا جنبا الى جنب مع الراهبات تمام. يجيبوا عدد من الراهبات ويتكلموا عن العمل الوطني المشترك تمام. بين الواعظات والراهبات باعتبار ان ده في صميم عمل حزب الوفد. تمام كده. هو ده اللي كنت عايز اقوله. خلاص. اشكرك يا معالي الوزير. المسألة التانية الاخوات اللي اتكلموا عنها مسألة منظومة القيم الاخلاقية. على فكرة دي مسألة في منتهى الاهمية للاعلام تحديدا. يعني احنا مرينا بفترة من الفترات بحكم ان انا صاحب عجوز شوية يعني ان كان في بنقول عليها الصحافة الصفراء. الصحافة الصفراء. ودي للأسف كانت بهدف عشان يبيع عشان يلفت الأنظار عشان 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 عشان. الحمد لله احنا تخلصنا من المسألة دي الآن تماما. ومعظم الصحف أو كل الصحف تقريبا سواء القومية أو المستقلة أو الحزبية فعلا بتدعو للقيم الأخلاقية. ودي مسألة منتهى الأهمية. لأن الاستقرار صناعة الاستقرار اللي بيتكلم عنه الأستاذ محمد نوار عشان تيجي صناعة استقرار حقيقية لابد يبقى فيه غرس القيم الأخلاقية. شكرا جزيلا. شكرا أولي بيه. وبرضه استاذ محمد اطمنك بمناسبه التاهيل الاعلامي انت بقى تنضم بعد اذن سيادتك او احنا ننضم مع الاستاذ كرم جبري سويا وتخش طرف معانا في البروتوكول المشترك لان احنا ايضا ان شاء الله الاسبوع القادم على مدار يومي الجمعه والسبت بالتنسيق وبالشراكه الكامله بقى مع المجلس الاعلى للاعلام وبننظم دوره الاعلام الديني والتحديات المعاصره. وارشح لنا حد من الشباب الصغيرين في وزاره القران يحضر الدوره. لا احمد ده عجوز. احمد ده عجوز كبير بس قابلين يعني قابلين بيه. فبنعمل دوره الاعلام الديني والتحديات الايه المعاصره بين الاوقاف. هيبقى فيه محاضرات تثقيف ديني ومحاضرات تثقيف اعلامي والاستاذ كرم جبر موجود مع نخبه ايضا مرتبين مع اللواء خالد فوده. اللواء خالد فوده هيستضيفهم عشان اللي جاي الاستضافه مش بتاعتنا عشان محدش احنا ضيوف زيكم. الاستضافه عند اللواء خالد فوده هو رجل كريم وبنوجه له التحيه. واحنا هنوفر باص ينقل شباب الاعلاميين صباح الخميس والعوده يوم الجمعه. احنا المره دي قسمناها على مراسلي الوزاره في الاعلام الديني وفي مجموعه هيختارهم كرم بيه بالتنسيق مع الدكتور دي اشوان من المراسلين الاجانب المعنيين بالخطاب الديني والخطاب الثقافي وهتعقد على مدار يومين من الخميس الى الاحد لان فيه فعاليات اخرى وان شاء الله تكون معنا اذاعه القران لان صلاه الجمعه من مسجد السلام بعد اعاده تاهيله وهيكون في ندوه بقى تانيه يوم الاحد مفتوحه عن سيناء والتنميه المستدامه دي بعد الدواء ان شاء الله. فان شاء الله التنسيق هيبقى مع الدكتور ابو ستيتو موجود مش كده؟ ابو ستيت موجود ولا لا؟ هننسق المجموعه باذن الله تعالى. اتفضل محمد بيه. اتفضل. استاذ محمد اتفضل. هو عمق الامريكي الصهيوني وبالتالي احنا عايزين نتحاور معه او نتحاور معه.
الشرف، فنرجو ان المرحله القادمه كل من يزن الى السودان يبقى حريص على ده، لان السودان هي العمق الاستراتيجي للامن القومي. لم يبقى لنا الا احنا طبعا نشكر ضيوفنا الافاضل وهم اصحاب المكان، الاستاذ الكريم والاخ الصديق الاستاذ علي حسن رئيس مجلس اداره وكاله انباء الشرق الاوسط، والاستاذ وليد زين الدين رئيس تحرير صحيفه الوفد، والاستاذ محمد نوار رئيس اتحاد رئيس قطاع الاذاعه. واحنا افضل ما نقدمه يعني للاعزاء علينا هو نسخه من كتاب الله عز وجل، مع ايضا موسوعه مهمه جدا من اصدارات هذا المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، هي موسوعه الحضاره الاسلاميه، بتعمق وبتاكد. يا محمد بيه، هي دي ممكن ندي حضرتك النسخه دي ونسخه تانية نديها لك لاذاعه القران الكريم تبقى عندهم لسبب. اي حاجه سيادتك لازم لا لسبب معين، ان دي بتمشي في الاتجاه اللي انت بتقوله ان الخطاب الديني ليس خطابا منغلقا، هتلاقي فيها كلام عن الفلك، عن الجغرافيا، عن الطبيعه، عن الفيزياء، عن الكيمياء، يعني بتاكد اللي انت قلت الاسلام نظره شامله للحياه.